شركة ابن ماجد إحدى التشكيلات التابعة لوزارة الصناعة تظاهروا في مقر شركتهم مطالبين بإقالة مجلس الإدارة بصورة كاملة لما تركه من أثر واضح في الفساد وملف الإفادات الذي يجري بصورة غير رسمية وعلى حساب العلاقات والمحسوبيات وذلك على حد قولهم. شركة رابحة وشركة لها مشاريع خارجية، هذا كموقع تجهيز، وهاي الشركة الرابحة المدير هذا اللي هسه موجود ما جاي ما ياخذ مقاولات، هاي يعني الموظفين اغلب الموظفين ما جاي ياخذون حقوقهم، ناس اصحاب عوائل، ناس جاي ملتزمه وبكل القواعد وفق الضوابط. من استلم استاذ حيدر الافادات اصبحت متكرره لاشخاص معدودين يخصونه، قطع الاراضي استلمنا على شكل مزايده علنيه وبسعر مليونيا ومية، واللي هي لقيناها هسه مجمع سكني، وحسب ما يقولون بلديه البصره انه هي ب 62 الف اذا استحقاق، احنا اشتريناها بمليونيا ومية ومليونين وفوق. المتظاهرون اكدوا بان الاراضي التي تم توزيعها لهم كانت بمثابه مسلسلا واضحا قامت باعداده اداره الشركه على حساب موظفيها، ولم يجدوا له أثرا في بلدية قضاء شط العرب، والقوات الأمنية بأمر من مدير الشركة تقوم بطرد الإعلاميين خارج المكان. احنا استلمنا قطع أراضي ضمن قانون بيع وشراء أملاك الدولة بالمزايدة العلنية، وفهمونا أنه هذه قطع أراضي سكنية عرصة خالية، واستلمنا الطابو ضمن هذا المجال. بعد فترة الأخوة اللي محتاجين باعوا قطعهم الأراضي راحوا يدارون، اصطدموا بقضية اللي هي ضمن بلدية التنومة، انه قال لهم هاي الأراضي لا يمكن مداورتها لانها مجمع سكني. ما ادري شركة ملك للمدير ملك، ما ادري يعني هاي العالم هاي المظلومة جاي توصل صوتها وتوصل حقها، تريد ابسط الامور اللي هاي ابسط شيء هسه هاي القنوات اللي منعوها وطلعوها برا على مود الموظف لا يوصل صوته، واليوم هذا وزير وهسه وزير صناعة منعوه من يوصل للدائرة على مود يشوف مظلومية العالم هاي. والمحافظ مناشدة أكثر من مرة ناشدنا يا محافظ البصرة، وهاي دائرة ودائرة منتجة ودائرة هذا الجسور تشهد لها وتشهد لها موقفها بكورونا وبالأكسجين اللي قدمت الثلاث محافظات، أبسط أمور ناشدنا أكثر من مرة ما جاي يوصل صوتنا. تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لحل مطالب المتظاهرين هو الطريق الأنسب، أما التعامل مع القنوات الإعلامية بصورة غير لائقة ما هو إلا هروبا من ملفات الفساد. حل مجلس الإدارة الحالي وكشف ملفات الفساد وعودة الحقوق المسلوبة من أبرز المطالب التي تظاهر من أجلها موظفو شركة ابن ماجد، معلنين رفضهم للسياسة التي تتخذها بعض الجهات. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة.